إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة للنهاية. يعني إيه؟ لو فضلتم مكملين على إيمانكم، الثقة اللي ابتديتوا بيها يوم ما تعمدتم، الرجاء في الحياة الأبدية، إن أنتوا تبقوا الشعب الجديد المختار بالإيمان بالمسيح والمعمودية. هنا أيضا يحثهم على أن يقفوا بشجاعة، لأن قدامهم اضطهاد وضغط، ولا يسقطوا، لأننا كما يقول سنصير بيت الله تماما كما كان موسى إن تمسكنا بالطبع بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. معلش أرجع تاني الفكرة، الرسالة للعبرانيين أساسها عبرانيين مؤمنين بالمسيح مضطهدين، فالبعض بدأ يتراجع عن الثقة الأولى، وثقوا إن ربنا يسوع هو الإله الحقيقي المتجسد، آمنوا بالمسيح كمسيا منتظر أتى إلينا، تعمدوا على هذا الإيمان. التشكيك اليهودي علي، والضغط والاضطهاد شد قوي، بعضهم اتذبذب واتلخبط، قال لهم امسكوا في الثقة الأولى، كملوا المسيرة. ما هو بولس أكتر واحد كان يهودي وآمن واضطهد، لكنه لم يتراجع عن إيمانه أبدا. فأنا مقارنة المسيح وموسى بالنسبة لنا احنا بديهية كمسيحيين، بالنسبة لهم كانت صعبة، لأن موسى كان نجم العهد القديم، وكان موسى بالنسبة لهم يعني في رجاء اليهود، وبالتالي المسيح له المجد، مات لكن ادانا قوة قيامته وادانا الحياة الأبدية. يحثهم على أن يقفوا بشجاعة وألا يسقطوا، كما يقول نصير نحن بيت الله إن تمسكنا بالطبع بثقة الرجاء وافتخاري ثابتة للنهاية. وبناء على ذلك فمن يحزن في التجارب ويسقط؟ ألا يفتخر؟ من يستحي؟ ألا يعتبر شجاعا؟ يعني إيه؟ ليه تزعلوا أن عليكم ضغط واضطهادات؟ تمسكوا بفخركم إن المسيح إلهكم، وإن إحنا النهاردة تابعين للمسيح مش لموسى. من يتضايق كثيرا ولا يفتخر؟ بعد ذلك يمتدحهم قائلا إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة للنهاية، مبينا أنهم بالفعل قد بدأوا. بين ذهبي الفم بيأكد أنه بيكلم ناس ابتدوا الطريق في بداية الثقة، يعني ابتدوا كويس، لكن يجب أن يتمسكوا. عشان كده زي تعبيرات العهد الجديد، من يظن أنه قائم فليحذر لئلا يسقط، كمل المسيرة للآخر، زي المثل اللي حكاه المسيح، في ناس ابتدت ولم تقدر أن تكمل، لا كمل.